هو أبسط واحد مثل ما حكيته. يلا السؤال الأول شو عندي؟ مجموع يا هنادي من اي تساوي الواحد لاثنين يا عبد الله، من كي تساوي الواحد لثلاثة كي مكعب زائد واحد. خليك معي. أول شيء بتسأل حالك هذا المتغير موجود هون، بمعنى آخر هذا الجواب شو راح يكون؟ راح يكون ثابت بالنسبة لهذا المتغير، صح؟ هذا هون هذا تخيله كأنه آه، معناته آه عم تنجمع مع حالك كم مرة؟ مين بيعرف كم مرة؟ ثلاث مرات. بمعنى آخر جوابي راح يكون مضروب بشقد ثلاثة، يعني هاي بدالة بحط ثلاثة، تمام؟ هاي بدالة بحط ثلاثة. هلأ هون أول قيمة لك إيش قد؟ واحد، واحد للتكعيب واحد زائد واحد اثنين. تاني قيمة اثنين، اثنين بالأس ثلاثة ثمانية زائد واحد تسعة. ثالث قيمة ثمانية وعشرين. أنا طبقت القانون. معقول طبق قانون بس مشان كتب حدود؟ ما اتفقنا بأول الدرس، ما اتفقنا بأول الدرس إنه إذا كان في عندي حدود بسيط، يعني عدد محدود من الحدود، واحد اثنين ثلاثة، خلاص ما طبق القانون. لا طبق القانون، لا طبق القانون. يلا اللي بعده. قبل ما أشرح اللي بعده بدي أشرح فكرة، خليك معي بس. تعال حل أنا وياكم التمرين التالي. من كي تساوي الواحد للعشرة، من اي تساوي الواحد لكي اي. من عندي هذا اختراعي انا 2020. خليك معي. من كي تساوي الواحد للعشرة من اي، يا رند من لحد خربطتي، ما ادري شو تحكي بالعربي حبايبي. خليك هون بعدكم عن بعض، والله بحط واحد كل واحد بزاوية. هاي مو زوايا، على نفس الخط. ممكن يكون زوايا نفس الخط. طيب خلينا تعال ننسى انه هذا موجود. من اي تساوي الواحد للكي اي، شو الجواب تبعه؟ انسى انه هذا موجود. من اي تساوي الواحد للكي اي، شو ليش حاسه هلا بشرح؟ لك انا حطيت المثال، عم بحكي عن هاي هلا، بس اعطوني جواب هاي. كي لا واحد اسكي. ايوه شكرا. كي في كي زائد واحد على اثنين القانون. امتى لحقتوا تنسوها؟ شو اخذنا؟ انسى انه في هاي المتسلسله. متسلسله عم تبدا من الواحد وبتنتهي بكي، المتغير هو اي، صح؟ خد اول قيمه واحد، القيمه اللي بعدها اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اخر قيمه مين هي؟ كي. معناتها القانون هو كي في كي زائد واحد على اثنين. خلصنا. هلا من الواحد للعشرة هذا المتغير، هذا عم يمشي. هلا شو بدك تعوض اول قيمه؟ 10 ده تصير. هلا هون عندي مثلا قيمة واحد، واحد على، لا ما فينا عوض العشرة، بعوض هون بالجمع بالدور، واحد واحد، تمام؟ يعني واحد ضرب اثنين على اثنين شو بدي يعطيني؟ اثنين على اثنين. اللي بعده زائد واحد، هون مين طالع عامل مشترك عشان ارتاح؟ واحد على اثنين بتطلع لبرا. بعدين شو بعمل؟ مين بيساعدني؟ شو بكتب هون؟ كي مربع، صح؟ بعدين شو بكتب؟ لانه كي ضرب كي، كي مربع. بعدين شو بكتب هون؟ بكتب واحد، صح؟ من الواحد عفوا بكتب كي. حل التمرين خلصت. معناته انا هون طبقت القانون كم مره؟ ثلاث مرات. سؤال الخامس بلا صوت. جداء من كي تساوي الواحد للثلاثة، من ني تساوي الواحد للكي ان زائد واحد. خليك معي على اعتبار هون العدادات بسيطه، فانا ما راح اطول كثير، راح اعوض مباشره. أول قيمة لأن واحد. طيب جيت أول قيمة لأن واحد، بعدين اثنين، طيب وبعدين مرتبطة بمين؟ بكي. بكي معناتها لازم أبدأ من وين؟ من كي. فباخذ أول قيمة لكي واحد. أول قيمة لكي واحد، فنيب هالحالة هي واحد، واحد زائد واحد اثنين. بعدين باخذ قيمة لني اثنين، معناتها هون العداد راح يشتغل كم مرة؟ يعني هون راح تصير من إن تساوي الواحد للاثنين إن زائد واحد. فأول قيمة إيش قد؟ أول قيمة هي اثنين، ثاني قيمة ثلاثة. بس انتو من انتو تساوي الواحد لاثنين، أول قيمة لأن ايش قال؟ واحد. واحد زائد واحد اثنين، ثاني قيمة اثنين، اثنين زائد واحد ثلاثة. القيمة الثالثة لكي مين هي؟ ثلاثة. معناتها من انتو تساوي الواحد لوين؟ لثلاثة. مين؟ هي اثنين وثلاثة وأربعة. هي واحد زائد واحد اثنين،
واثنين زائد واحد ثلاثة، وثلاثة زائد واحد أربعة. وش حط هون؟ اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة، صحيح؟ ضرب ضرب هيك، تمام؟ صار عندي اثنين ضرب إيش قاد؟ ضرب خمسة ضرب. هذول شد مجموعون؟ تسعة. شو بيعطوني؟ تسعين. يعني هاد ضرب هاد ضرب، تمام؟ لأنه هاي ضرب مو جمع. يلا اللي بعده. السؤال السابع، من كي تساوي ناقص واحد حتى اثنين، من ري تساوي الواحد حتى ثلاثة ري كي. خليك معي. أول قيمة لكي، الملاحظة هون الفرع عن التمرين السابق إن هم عندي كي، وبالتالي في نشتغل فيهم بشكل منفصل. من هي أول قيمة لري؟ واحد. واحد ضرب كي، كي ضرب. ثاني قيمة لري اثنين، يعني اثنين ضرب ضرب كي. ثالث قيمة لري ثلاثة كي. لا ما بأخد عم مشترك، بضربهم بعض شو بيعطوني؟ ستة كي مكعب. بس ذو كلهم موجودين ضمن مين؟ ضمن من كي تساوي ناقص واحد لاثنين، هذا المقدار الجميل. تمام؟ حلها مرة واحدة الستة كي. شو بتحلها؟ شو طلع معي هون؟ ستة كي بلس ثلاثة، صحيح؟ خليك معي، الستة راح تنضرب بنفسها كم مرة؟ ثلاث مرات. مرتين. لا سالب واحد. سالب واحد. صار في صفر بالموضوع. في صفر. طيب شو؟ تفضل محمد. صفر. رابع. بس ما جاوبتني على الستة راح تنضرب بنفسها كم مرة؟ أربع. أربع. الستة راح تنضرب بنفسها اثنين ناقص ناقص واحد زائد واحد، شو بيعطيني؟ أربع مرة. ولكن أنا وعم بضرب ضمن الخيارات شو راح يكون في عندي؟ صفر. اتفقنا بس كان عندي صفر بجيب أتأكد. هل الصفر موجود هون؟ بين الناقص واحد واثنين في صفر؟ في صفر انتهى. يعني دائما لما يكون راح في اشاره هاي. طيب لنفرض انا كان عندي يا امير واحد على كي في كي زائد واحد. طبعا انا شارح الدرس راح اشرحه مره ثانيه، اذا ما شرحوا خبروني. تفريق الكسور رحيم عم تقول شارحينه صح؟ طيب. شوف شو بعمل. بما انه في عندي ضرب فهذا بينكتب، بينكتب ا على كي زائد ب على، عم بحكي على كي زائد. دائما الضرب بيتحول لهذا الشكل. وزعت تفريق الكسور اسمه واحد على كي زائد واحد على كي زائد. هلا بجيب واحد المقامات ا كي زائد ا زائد ب كي، صحيح؟ على كي في كي زائد واحد. هلا بالمقارنه امثال كي الموجودين هون شقد؟ صفر. طب امثال كي هون هن ا وب، معناتها ا شو بتساوي؟ ناقص ب، صح؟ تساوي ناقص. العدد الموجود هون لحاله ايش قد؟ واحد. هون في عدد لحاله معناتها ايش قد؟ واحد، صح؟ معناتها ب ايش قد؟ تعال نعوض هلا. واحد على كي ا طلعت معي واحد، معناتها واحد على كي، وب على كي زائد واحد ناقص واحد على كي زائد. هذا في الكتاب عندكم اذا بتشوف في كي في كي زائد واحد وبصير انه واحد في ا لا لا خلاص موجود اصلا ليكو امير. لا انا فرقته ما عاد بدي اضرب مره ثانيه، بدي اياه هيك بهذا الشكل الجميل. هذا بسميه تفريق قصور. من اول باب الوريد انا فرقته. صارت اكي وقال حاله بالكتاب. بالكتاب هذا موجود كقانون، فيكم تحفظوه لانه راح يجي معكم كثير. واحد على كي مكتوب عندكم في الكتاب باول الفقره. ذكر الصفحه الثانيه. هذا حفظ ما في، اذا اخذته او لا ما بزال. طيب اي درس؟